هذا سنه سنه وستة شهور. إيه تو صغير. عمره سنه وستة شهور. طبعا الفرق بينه وبين الخيول العربيه والخيول الثانيه، الفرق طبعا بالقوام الكبر والصغر صح؟ لا لا، اللي قاعدين نشرح الراس هذه كلها هذه كلها ما هي موجوده بالانجليزي. هذه مو موجود في الانجليزي. أيه. المحجر والعين والبوز والنعومه والخد هذه مو موجوده بالانجليزي. الانجليزي خلاص ينتهي بلكه وينتهي. اساسا هو على الطول بعد طول الارتفاع. أيه. في السابق كانوا يقولون 15 قبضه، ممكن يوصل الى يعني بالسنتي ممكن يوصل الى 152، يوصل الى 160. هذه الخيل العربية مو بطوي مو برفيعة عشان يمكنها في الصيد انها تعطيها مرونة تكر وتفر ونفس الوقت في الحروب. نكمل باقي تفضل مره مستمتعين. عندنا اخر شيء الحركة اللي هي حركة الخيل. الخيل تسبح لما تتحرك تكون كأنها تمشي على الهواء، فما نقدر نشرحها لكم هنا ولا ودنا نشرح. فهذه بنات الريح ما ودنا يعني طريقة حتى طريقة المشي بعد طريقة اللي هو نسميه الخبر. أيه. عند الخيل أو الحركة فتشوفونها كأنها تمشي على الهواء خطوة. أيه. فتقييمها يكون على مسافة أطول وعدد خطوات أقل. ممتاز. طبعا الخيل العربية الأصيلة تمتاز عن الخيل العالم كلها بأن أقل عدد فقرات في الظهر من خيل العالم كلها عشان تمكنها من المرونة في الصيد وفي الحروب. العدد سبحان الله. في عدد الفقرات عن الخيل كلها. أيضا الخيل العربية تمتاز بالوفاء، تمتاز أنها تعرف صاحبها بشكل عجيب، بشكل جدا عجيب. ممكن من صوت أقدامه هو جاي تعرف الخيل. بالله في موقف صار معك كذا يعني